أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية، برنامج هموم الناس من على شاشة قناة سامراء الفضائية. يتواصل هذا البرنامج أعزائي المشاهدين وياكم لنقل معاناة الناس وخاصة النازحين اللي يمرون بأيام عصيبة، أيام قاسية جدا، وخاصة العوائل اللي تسكن في الخيم والهياكل. وأتمنى من خلال جولتنا الميدانية أن تكون هناك حلول سريعة وخاصة في هذا الفصل، فصل الشتاء البارد. أعزائي المشاهدين، صمت المسؤول أمام مأساة هذه العوائل لا يخدم. السكوت يوم بعد يوم يزيد مأساة النازح. الرجل المسن والكبير ما يلاقي المكان اللي يحتمي به أمام الأمطار الغزيرة اللي شهدها العراق مؤخرا، والأمرأة الطاعنة بالسن والمصابة بالمرض تنام داخل الخيمة والبرد يدخل عليها من كل مكان. هاي كلها راح تشاهدوها بعد قليل من خلال الجولة الميدانية في المخيمات الخاصة بالنازحين. يا أخوان، المسألة أخطر من ما تتصورون. الرسالة اللي نوجهها من خلال هذه الشاشة، شاشة العائلة العراقية، شاشة سامراء الفضائية، إلى المسؤول أو من يهم الأمر، وهذه الرسالة يجب أن تكون لها مغزى، ويحاول المسؤول أن يكون إلى زيارات هاي العوائل اللي راح يشوفوها بعد قليل، أقصد المخيمات. وهناك عوائل من محافظات كثيرة اللي هي نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة، وكل محافظة بها أعضاء مجلس. ولحد هذا اليوم، وحسب ما صرحوا به كل الأخوان الموجودين داخل هذا المخيم، ماكو زيارات لأعضاء المجلس إلى هذه المخيمات للوقوف على كل المتطلبات اللي يحتاجها النازح. والعوائل تناشد وتستغيث لما وصلت إلى من حالة يرثى لها. وأخوان، الأمر أخطر من ما تتصورون. البرد يهدد النازحين. نحاول سوية وبجهود الناس الخيرة اللي تريد رضا رب العالمين وتمد يد الخير أن تنقل هذه العوائل إلى بر الأمان. وإن شاء الله فضائية صلاح الدين فضائية سامرة وهذا البرنامج راح يكون المنبر اللي يعبر عنه كل مواطن عراقي أصيل. فضائية سامرة دائما معكم، وبرنامج هموم الناس. ارسينا فتحنا بلد نفطي، دول عربيه واجنبيه يحب ايدنا. هسه احنا نشتري نفط بثلاثه ونص الارسي، ما حد ما يداري، لا حد يجي علينا، لا حد يجي يسال علينا، لا حكومه لا قوانين، كل حد يجي علينا. خلي بالمدير يجي هنا شوف، انا بالبرنامج يجي يشوف هنا شنو يجي. نريد نحن مدارس يقبل ابن المسؤول او ابن المحافظ يروح منه السنه مع دراسه. اي والله جوعانه كلش ما عندنا، والله يوم نشرب العشاء ابني ما عنده، ولدي كلش ما عنده، بالقران براسك حتى ما عندي غلا ما عندي. بس تعال دحق على ابني، والله ما عندنا ملابس نلبسه، نريد نطلع على الشغل، ندورنا على الشغل، ما يخلونا نطلع كل مكان، لا لا الموت احسن لنا من هنا. عتبنا الشديد على الحكومه المركزيه، خلي اي مسؤول، او صار لنا 4 أشهر بالمكان هذا، لحد هاي اللحظه اللي دحكي وياك مسؤول ما زارنا. نطالب حكومتنا العراقيه اللي انتخبناها زين، لان ما كشفنا من عنده شيء، ولا الرئيس الجديد اللي انتخبناه واللي هو صار لا شفنا من عنده شيء. ان شاء الله رساله سريعه الان يشاهدوكم من شاشه سامراء، رساله سريعه الان لكل الاخوه اهل الغيره. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. إذن إن شاء الله برنامج هموم الناس دائما يلبي طلبات كل الأخوة النازحين والعوائل الحقيقة المتعففة اللي توجه نداء من خلال شاشة العراقيين، شاشة سامراء الفضائية. الحقيقة يوم أمس وفي هذا الجو البارد والممطر زارت هموم الناس
إحدى المخيمات الخاصة بالنازحين في منطقة بحركة في أربيل للاطلاع على أحوالهم، وبالرغم من صعوبة الوصول تمكننا من أن نرصد كثير من الأمور السلبية اللي راح نعرضها بعد قليل أمامكم. يا أخوان، المسألة لا تصر، الحالة تعبانة جدا، الخيم أخذها الماي والعوائل تحتاج إلى كل شيء. يعني هنا راح نطلب أن الناشد من خلال هذه الشاشة، نطلب فقط من المسؤولين، يعني المسؤولين المعنيين، كل محافظة بيها مسؤولين من مجلس المحافظة إلى المحافظ، يا أخوان شيلوا ملابسكم روحوا شوفوا هاي الناس. راح نتكلم بعد أن نشوف وياكم هذا التقرير وراجعين مرة ثانية. هذا كله خيرين مثل شرواكم ساعدوني وجينا هنا، هذا صار لي 3 شهور هنا، نحتاج مساعدات إنسانية في سبيل ده نعيش. يعني جو بارد هسه، وهسه جو بارد، وهسه منطينا مسلمينا صوبات، هاي الصوبات، هاي الصوبات، هاي شبيها هذا الصوبة مسلمينا نفط، ما عندي أرسي نفط، احنا بلد نفطي، دول عربية وأجنبية يحب إيدنا، هسه احنا نشتري نفط ب3.5 الأرسي. تشونش عمو؟ هاي مرضها، هاي مرضها، هذا هاي شنو شغلها؟ هذا هذا عظمة ما تخليها لا تتطاول ولا تخليها تزيد بالوزن، عمرها 13 سنة 10 كيلوات، مصابة بهشاشة العظام الوراثي، عدم القدرة على الوقوف والمشي. هاي أختها 2 شوية أحسن من عدي. شلونش حبيبتي؟ زينة. وما بردانة؟ بردانة. بردانة تجيبوا لك نفط إن شاء الله؟ إيه. الله كريم، إن شاء الله يشوفوك، قناة سامر رجت تشوفك، ها حبيبتي؟ نتشرف بيكم إن شاء الله، إحنا بخدمتكم. قناة خادم ربك، نتشرف بيكم، بس يعني يدعمونا بمساعدات مالية في سبيل أشنو؟ الشكوى لله دا نعيش. بيتك هذا ليش هيك؟ اي والله بيتي هذا من المطار. اي والله من المطار. اي والله لا عندهم الله، ها الضمير بعده، لا عندهم ضمير، يجون هنا يشوفوا المعيشه مالها، معيشه مالها زفت زفت في زفت، ما حد ما يداري، لا حد يجي علينا، لا حد يجي يسال علينا، لا حكومه لا قوانين، كلها ما حد يجي علينا. خلي بالمدير يجي هنا شوف، انا بالبرلمان خلي يجي يشوف هنا شنو يجي؟ احكي لك، هاي هاي دمعتك غالية علينا، هذه والله دمعتك العراقية غالية علينا، وإذا اكو ضمير هسه والله ضمير ما يشوفوك يتحرك ضميرهم، هاي العوائل بهذا البرد والمطر هيك والله الصبح مالها بالقرعة، الصبح مالها بقول لك كل عشان مالها يجي 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 ليش يجي؟ هذا ويا على كل غطيه اخويا والله ويا بالقرعة، اخواني كلهم هنا شاهدين، ما يصير يجي والله، لا يصير يجي، قال بلي وزير جهلة والله ما يجي والله، هذه الشيء عند طفل والله شهر اسبوع. العفو والله ما عائلتك، وين عائلتك؟ والله عائلتي هنا مغلبة، يعني حولتهم؟ ايه والله بالليل، والله ما نام كل صار ماي، راحت عليهم يا بطون بطانية اقول ما اعطي، روح بعدين خلي يجي اسمه مالك ليش يجي؟ ان شاء الله احنا اخوتك واحنا جينا نشوفك، ها احنا اخوتك ان شاء الله، والله ما يجي ما ينزل من خوله علينا، ان شاء الله ما نقصر عليك، ما نقصر عليك ان شاء الله. يعني اول ما طرق قمنا نبكي، نحن ما خايفين على مودنا، الكل صاحب اطفال هنا، يعني ما يقل عن واحد عنده 2-3 اطفال، زياده هذا رجال اطفال ادا حد يلا. اني بس اني شنو قصدي؟ زيارتي وبرنامجنا وفضائيه السامرة، اريد تنطونا فد مقترحات حتى يشوفوها من خلال شنو اللي تعطيك؟ عمي احنا هنا ما نظل، احنا الحكومه الكردستان ما قصرت ويانا، احنا ما نعاتب، احنا ما نعاتب كردستان، احنا نعاتب المركزي الأثيري اللي جاي في عاف المواصل، هو والحكومة والضباط والرتبة في عافة المواصل ضيحونا، لا حد جاء زار من المركزي من هنا. معقولة هاي معسكر هالكبر مدى يجوكم وتشوفون؟ ما حد ما جانا، لا جانا المجلس النواب، عندنا 2 من الشبك، ما حد ما جاء زارنا، لا المركزي جاء زارنا، جاء سيد عمار الحكيم زار المسيحيين، ما جاء علينا، ما جاء زارنا. Thank you.
عندي كل شيء. ما عندي غاز، ما عندي غاز، ما عندي كل شيء، ما عندي يعني. لا عندي طحين، يعني كل شيء ما عندي. هسه لا ضرب دوشك بينا، لا ضرب بطانيه بينا، كل شيء ما ضرب بينا. يا تعيش احنا عايش يا اخويا يا ابويا. خمس لترات، خمس لترات زيت شهر. اخويا وعندك طحين 12 كيلو ونص يكفي عائلته، اي واحد يقول يكفي عائلتي اقول له حيشاك تجذب. 12 كيلو ونص شهر ما يكفي يومين. انا مشتري 7 قواني والله بدالك اول بارحه خلاص. زين اخويا؟ زين حجيه شنو اللي تفيدي من خلال شهر؟ لا لا عندي راتب، لا عندي. هسه انت وين قاعده؟ وين قاعده؟ هاي هسه هذا بيومين. هي هذا بيتك الصغير. زين متغادي ايش تسوي؟ رحت غادي حولت غادي. والله هسه ابني مريض والله ما عنده حال من برد والله من هنا. جاز ماكو. كل شيء ماكو. والله لا عندي راتب، لا عندي كل شيء، زلمتي يا خطي متوفي مات. لا شغل هاكو، لا يعني كل شيء ماكو. من شهر توفى زوجي. والله. والله من قهر مات، من قهر مات والله. اي والله من قهر مات. الله كريم. ان شاء الله احنا بخدمتكم. الله كريم. ناشد المسؤولين مليون دينار، ايش قد يكفي؟ هذا صار لنا 3 أشهر 4 أشهر هنا. هسه هذا الجو البارد يعني اعزائي المشاهدين بس لاحظوا هسه الاطفال ذولا قدامي، يعني الكاميرا اللي تنقل بما هي، يعني هذا الجو بارد، هسه انا متاكد ابن المسؤول لابس احسن اللبس، وهذا ابن الفقير باعه. هذا ابن الفقير قدامكم بدون رتوش، ننقلها بما هي. انا اتمنى ان شاء الله اتمنى. لا لبس هاكو، لا شيء هاكو، كل شيء ماكو. لا والله كل شيء. أريد أسألك أنت أمي شلون وضعك أنت؟ أنت الأم دائما وأنت وأطفالك بهذا الجو البرد. ما عندنا. والله أخي كل شيء ما عندنا، هذا حالتنا، لا لبس ولا أكل ولا هذا، والمليون دينار صرفناه على الثلج الصيف والصمون وعلى العريوق، حقنا كله بأمراض. تلوث. هسه الجو بارد باع إيديهم باردة، هسه باع إيديها ثلج هسه. ها حبيبتي؟ ما عندنا من احنا من طلعنا من بيوتنا من ورا ذول اللي داعشين ما جبنا كل شيء، اللي جبناه بس مستسكاتنا واللي كان عندنا كان فلوس عندنا بالبيت وجبناها. هسه هيو بيتك هذا؟ هذا بيتك خل اشوفه تعال بس ارد اشوفه. هذا البيت طبعا ظلمه ليش ماكو كهرباء؟ ماكو بس هاي بس هاي وبارده يعني الجو بارد هسه دا اشوف الجو بارد. هذا الجو بارد. اي صور لي هاي الطفله. لا حرام جتي على الدنيا الله يخليها ان شاء الله، جتي عظيم والتعب لا حول ولا قوه. شو اسمك حبيبي؟ سيف نزار دحام. سيف ليش هيك رجلك مو بارده الدنيا؟ ثلاث شكل بدلنا من الليل كله ماي مطر علينا، نشف من القاطع نطلع برا مرت انه نجي كل ملابسنا كل تنقع صار ماي زتينا هسه ما بقى بس صغير هذا الملابس. ايه زين هنا شلون ما عندكم ما رحتوا على مدرسه تتعلمون؟ اشنو انا اجى علينا ظروف صرت ممكن ثلاث دروس. هذاك اليوم قالوا تعال روح على امتحان مال المدرسه، رحت التاكسي يوديني ب 5000 ويرجعني ب 5000. ان شاء الله يقبل 10000 يقبل؟ ان شاء الله يقبل 10000 10000 وما يرضاهم يقول روح تجيب 5000 الا ما يرضاهم. بطلتوا؟ لا ما بطلنا. بعدكم لحد الان؟ ايه نريد نحن مدارس يقبل ابن المسؤول او ابن المحافظ يروح منه السنه مال دراسه، يروح منه السنه مال دراسه. نريد كافه اشياء بس المنظمه البازانيه الخيريه يوزعنا اشياء. ما حد ما يوزعنا. ما حد جاكم؟ ما حد جا ولا بس. نحن بالعيد لحد الان بس اعطونا كل بيت ودجاج يرقد ما يجينا. هاي اعزائي المشاهدين يشاهدون الان امامكم يعني هذه كلها قواطع، يعني شوف هاي الزوالي يعني هذه قواطع للدور، يعني هاي دور هنا مخلينهم لكن الماي نتيجه المطر دخل عليهم وسببت هذه الى تحويل العائله. اي يعني شوف حتى مكان. اتمنى ان شاء الله هذه اللقطات يشوفوها. أعزائي المشاهدين حقيقة بعد نهاية البرنامج أيضا من البرنامج أكو جزء ثاني لهذه المأساة اللي نقلناها. أنا فقط يعني ما أعرف الحل عندكم وأنتوا شاهدتوا المأساة الموجودة. طبعا بالمناسبة يعني ليس كل ما هو موجود بالكاميرا يعني
موجود شفناه يعني يعني على شيء حي. يعني اكو كثير من اللقطات ما قدرنا نطلعها، كثير من العوائل دخلناها والله يعني مأساة. دخلنا على امرأة مريضة يعني مأساة. طبعا الهواتف مفتوحة من الآن، نستقبل آراءكم. طبعا بالمناسبة المسؤول اتصلنا بعدة مسؤولين ماكو جواب، يعني حصلنا مسؤولين اثنين من أعضاء البرلمان لمحافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة ديالة ومحافظة أعذار موجودة يعني، وأعضاء مجلس يعني ما راهما أخوان. إحنا شراح نتكلم، راح نقول لك يا أبا هاي الناس شوفوها وفضائية سامرة، أنت قاعد بالبيت الآن متدفي ودا تشوفها من شاشة سامرة الفضائية، روح عليهم طلعنا لك إياها، روح الحالة شوفها، برد خواطرهم، قلهم يا أبا إن شاء الله ما بقى شيء، إن شاء الله الفرج قريب، هاكم هاي بطانيتين، هاكم هاي كم فلس، هاي شو يريدون هم؟ ما يريدون شيء، ما رهم أخوان. يعني والله أنا أستحي من نفسي من 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 كامش المايك وأكو واحد من الأخوان يتكلم على مسؤول، أحس نفسي أنا المسؤول. يعني ما ترهم يا أخوان، والله ما يصير. يعني يصير هذا الكلام، كل محافظة بها أعضاء، كل محافظة بها مسؤولين. أنا ما أقول لأبو نيونة وتعال شوف أبو صلاح الدين أو روح شوف أبو ديالة، روح على جماعتك، روح شوف الناس، شوف الناس اللي 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 ما لاقي اللقمة، شوف الناس اللي طامسة بالوحل والطين إلى الفاد. يعني ما راهم أخوان، والله قطعة عهد فضائية سامرة بعون الله زين والإدارة لتروح على على آخر خيمة وعلى آخر بيت وعلى آخر هيكل. أول اتصال معي الأخ عايد من كركوك، تفضل أخي عايد. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام، أهلا أخي عايد. سعد وليدي شلونك وصحتك؟ حياك الله أخي العزيز، بارك الله بيك. يا سعد وليدي، أنت من زمان تعرف ما أنا في الخيط إذا أستعد وصارت. نعم. العلم. أشكر اتصالك أخي عايد. الأخ محمد من البصرة، مرحبا بك يا أخ محمد، تفضل. الو، تفضل معك يا اخ محمد. الله يسعدك، اهلا وسهلا اخي العزيز، مرحبا بك وباهالي البصره، تفضل. والله مع الاسف على الحكومه فشلتنا، يعني اقطيها النازحين، يعني ما يشوفونهم ما يشوفون مأساة الشتاء، يعني بس ياخذون بهالفلوس هاي ومخلين ما يبارون شويه من هالفلوس هاي اللي يدخلون فيها، مبارا يديرون بالهم شويه على الشعب، على مهجرين، على شو اسمه اخ محمد. الحين خصصوا لهم ميزانيه ولا دينار وصلوا لهم، لا حد وصل لهم. اخ محمد انا اسف قطع الخط. اخ محمد، الله سبحانه وتعالى اللي خلق هذه البشريه عزيزه عليه دمعه البشر، كيف المسؤول لا تحس ولا 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 تحرك ساكن يا اخوان؟ والله يعني ما راهمه، يعني هذه 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 مأساة، هذه الحاله والله. يعني أطفال، يعني رجل كبير السن مات، توفى زوجته تحكي مات من الحالة هذه المأساة. يعني نريد حلول سريعة يا أخوان، مو فقط كلام، مو فقط أخرج على الشاشة وقال وخرج ما رهمه. زين وين محافظ صلاح الدين؟ وين محافظ نينوى؟ وين الأنبار؟ وين ديال؟ وينهم المحافظين؟ وينهم؟ بس أفتهم يعني يا أخي وينهم؟ زين المسؤول على النازحين، الناس ده تقول يا با الأخ صالح المطلق أنتم مسؤول عن النازحين، زين وينك؟ وينهم؟ زيارات أسوي رسمية شوف الناس هاي المأساة اللي العوائل. والله ذكر لي الشخص يقول امرأة تحمل أطفالها ساعة 3 بالليل وتركض من المطر، ما تعرف وين تروح. مأساة أخوان هذه، لا خير فينا، لا خير فينا إذا ما نشوف حال الناس والمسلمين. أخ جاسم من نينوى، تفضل أخي جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صح أخي؟ حياك الله أخي العزيز، تفضل. شلون أخويا؟ الله يبارك بيك. أنا أخي جاسم من محافظة نينوى، نازح قاعد بقضاء أقرى حاليا. نعم. أنا صار أربع أشهر نازح، لحد الآن منحت المليون ما مسلم، لحد الآن منحت المليون، يعني إذا المسؤول ما يقدر يوصل المليون للمواطن النازح. ما استلمت مليون. هذا يعني هم راتوا دعم دعم أمريكي، يعني هذا هم راتوا حلف الدولي تحالف الدولي. نعم. تمام ولا؟ هي صحيح. نعم. زين شلون وضع عيشتك أنت؟ شلون عيشتك وضع أطفالك؟ والله
والله احنا عبر بيوتنا وهجرنا وطلعنا يعني وين المسؤولين يعني؟ وين الواحدين قبلهم؟ اخ جاسم والله اني والمخرج والمعدين والاداره من الساعه 8 9 الصبح اريد نحصل مسؤول حتى نحكي وياه، الكل تنطي اعذار حتى نسالهم على هاي ماساتكم. كل من يابا وين؟ والله اني بالمطار طالع، والله واحد العمان، واحد الماليزيا، واحد ما ادري وين، وهاي المساكين بالبرد والمطر. الله وكيلك، احنا حتى الطاليات ما عندنا، مواد غذائيه ما نستلم، مساعدات ماكو. الله كريم، الله كريم اخي جاسم. الله كريم اخي جاسم، انا اشكر اتصالك. وصلت الفكرة، انا اشكرك، بارك الله بك. اخ عمار من بغداد، تفضل اخي عمار. الو. الو، السلام عليكم. اهلا اخي عمار، تفضل انت على الهواء مباشرة. والله الهموم يعني من بعد 2003 هسه احنا 2014 الهموم كثرت، بس السؤال وين الغيره العراقيه؟ وين المسؤولين يعني يشوفون المسافه؟ يعني هسه انا شاهدت التقرير، الله يشهد يعني بتشيت يعني ما شحكي لك، يعني هموم العراقيين كثرت. وانت هم من استاذ وليد الله يعطيك الصحه والعافيه، انا من متابعين اخبارك، ممكن صراحه الدين متابعين اخبارك، احنا ان شاء الله بخدمتكم دائما يعني، وان شاء الله من خلال سامراء ايضا. من اخواننا اللي طلعوا بالتلفزيون يشهد ربي دارت المسؤول يعني وين غير العراقيه؟ الله كريم، الله كريم، ان شاء الله الله ارحم الراحمين، ان شاء الله ايضا ما نتوقف احنا. الله والعافيه قناه سمره ويحفظكم. يعافيك 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 ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين ننتظر اتصالاتكم بعد هذا الفاصل. لا جواي هذا ما هل موجود علي؟ احنا ان شاء الله ولدك وتدلل، ما تقصرون والله عمرين هاي اكثر من جايين يجيها حتى نشوف. الله كريم، الله كريم، يشوفكم العافيه ويطول عماركم. والله شوفت عمى والقاه ذاك، خليكم الله يحفظكم، يعطيكم العافيه والعمر ان شاء الله، يخلي الطيبين ان شاء الله. بارك الله فيك يا وليدي ورحم الله والدي. تقول لحد ابن عمك عافس واخذ غيرك، وكان اقول له يا ولهين يا بلام، وعرفت ما اخذ عفت لي. مبارك عليك العرس والحوف واليأس بانيها، تقضي لي على العرس وحاتمك بيها. روح الهلك يا بعد روح، كل من حسالك تذب انت على جيت اشوفك وارجع لبيتي، صبري على الله الكتب وياك جديتي. هذا العرس. أعزائي المشاهدين، حقيقة عذر النوبات شوية يصير الكلام بصوت عالي، يعني إحنا نتألم، والله نتألم، وأنا متأكد كل المشاهدين يتألمون من هاي الحالة. إحنا ندعي من الله سبحانه وتعالى أن يفرجها علينا وعلى المسلمين، وأن نتكاتف أخوان، يعني يجب أن نتكاتف مع بعض حتى نخرج من هاي الأزمة وهاي المحنة. نأخذ أم علي من صلاح الدين، تفضل يا أم علي. اهلا ام علي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك، احنا سجلنا بالقرعه مال الحج. نعم. سجلنا ما طلع اسمنا، فظلت الشكوك عندنا. نعم. صارت هاي الظروف، فما سحبناها من المصرف. طيب. تدري احنا جينا هنا الو؟ ام علي ان شاء الله هاي مشكلتك، نحاول نتصل بالاخ عبد الوهاب الجنابي مدير دائرة الحج في صلاح الدين، نطرح له هذه المشكلة عن الصكوك، يعني معناها أنا اللي فهمته أنه تسألين عن استرجاع المبلغ إن شاء الله بإذنه تعالى. أعزائي المشاهدين، الحقيقة هناك آلية، هناك اقتراحات نخليها أمام طاولة المسؤول إذا دا يسمعنا، وإذا ملتهي بغير شيء هذا بحث آخر. يعني يا أخوان، إحنا شفنا ما يقارب خلنا نقول بالزايد 1000 خيمة مع الموجودين داخل الجملون، يعني هذه 1000 خيمة، 1500 خيمة
روح 2000 خيمة، معقولة ما لها حلول؟ الماي دخل عليهم هم نايمين بالليل، لأن المنطقة منطقة يعني خاليهم منطقة مفتوحة، فيجي الماء يجي المطر. يعني يا أخوان حلول سريعة، أخلي فد حل سريع لهاي العوائل. زين صارت الكرفانات، جت الكرفانات، راحت الكرفانات وماكو كرفانات، بالأحلام صارت. مع اتصال. نعم تفضلوا. السلام عليكم أخ هاني، مرحبا بيك من كركوك، أهلا وسهلا. أستاذ وليد حياك الله أخي هاني. شلون أخبارك؟ الله والله إذا أنتوا زينين إحنا زينين. والله الحمد لله إحنا زينين. أخي وليد نشكرك على مجهودك الطيب على مود قناة سامراء. إن شاء الله إحنا دائما بخدمتكم. وأنا أشكرك يعني جدا جدا. أنا عندي اقتراح، يعني الكرفانات حطوه عند البصرة والمخيم حطوه بدوك، شو يصير هي؟ نعم هسه إحنا ما يخالف رضينا، بس خل تيجي الكرفانات احنا راضين على مود هاي الناس. هسه تشوفوهم امامكم الان بالشاشه هاي الناس، يعني هذا كان يوم مشمس، هسه الامطار موجوده، يعني حيل تعبت من موضوع المطر، حتى لو كرفان يحميها. والله يا اخي انا الساعه حالتي كان مهجر، بس انا حالتي احسن من حالة اهل المخيمين. البارح اطلعوا يعني ميشا يطلعون يبكوا، والله ما نقطع القلب. الله كريم، الله كريم اخي هاني، ان شاء الله نحاول ان يشوفوها، بلكت الله يعدلون المايله ان شاء الله. الله كريم، انا اشكر اتصالك. ان شاء الله ان شاء الله اخوي يعالجون، ان شاء الله نطلب من المسؤولين اخوي يشوفون لهم حل، يعني هم ما يقدرون يرجعونهم على ديارهم ويوزعون لهم كرفانات. باذن الله، باذن الله ان شاء الله. يعني انا اشكرك. البارح طلعوا حمامنا على البوابه يقدروا من 6 الصبح ل 3 الفجر، يلا يقدر يسبح ماي حار، يا ما يقدر يسوي هيك. نعم ماشي يا اخي هاني، انا اشكر مشاركتك وان شاء الله عسى ولا علي نشوفه. ممنون لك يا استاذ وليد، ممنون لك، اشكرك اخي. اذا اعزائي المشاهدين نكمل وياكم التقرير. اربع خيام من ورا تشول اشتعل، لان هاي هيك وهي داخل الخيام 12 ثانيه الخيمه تشتعل. دير بالك دير بالك، طفيها طفيها. عندنا اربع مواقيت، والله امي فوق وفوق فجعه، يعني امي جوا، هذول اربع مواقيت. تعال تعال بس انطونا مجال، الله يحفظكم. وينهم وينهم؟ قعدهم حبيبي، اقعد اقعد اقعد. استاذ هذا سمام راس، هذا هم معوق، شنو شعدهم هم؟ انه نقص. ايه نقص بالعظم، هذا عنده براسه صونداز وسمام براسه، وامي زين عنده قنقري ما يقدر يمشي. امك؟ ايه امي نايمه. وينها والدتك؟ وينها؟ بس انطوني مجال. ولا وجعانة ولا مريضة، ما عندي منام، ما عندي سخام براسي، كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي. أكل ما عندي، أكل 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 ما عندي أكل. ولادي خاتي يجيبون ولادهم يا أطفال، إن شاء الله ما يقصرون ولادك. ما عندهم، ما عندهم. الله كريم أمي، الله أرحم الراحمين، يرحموا بحالكم وبحالنا. وانت مريضة؟ اي والله جوعانة، كل شيء ما عندنا. والله يوم نسأل أمي ما عنده، وليدي كل شيء ما عنده، بالقرآن براسك حتى ما عندي غلا، ما عندي والله كل شيء ما عندي، ميت من الجوع. أنا كلشي ما عندنا، لازمنا كرفانات، اكو مريضين عالم معوقين، يفوت مي على المطر على الخيام، حتى ما نقدر. هسه دا تمطر شلون هسه وبارده عليهم؟ ما اعرف والله عمو. انت شو اسمك حبيبتي؟ آلاء. آلاء؟ ايه. بارده عليكم؟ ايه ايه. بالليل ما عندنا بطانيات، حتى لازمنا بطانيات حتى نغطى، اربع بطانيات تطلع على 7 نفرات، وين يكفينا يا عمو؟ أبويا بن مصر، ما عندنا كل أحد، بس أبويا. إن شاء الله يشوفوكم، إن شاء الله. صور لي إياهم حبيبي، صور لي إياهم. وليش ما تجيبون تلفونات؟ هنا بارد. باردة عليكم؟ إي والله بارد. إن شاء الله، إن شاء الله يشوفوكم ويجيبوا لكم. تريد حارش؟ إن شاء الله. أنت شقد عائلتك؟ ستة. شلون عايشة؟ شلون؟ والله عيشتنا موت، موت أحسن لنا من هذا العيشة، هذا العيشة مر ما ينرد، بس تعال دحق على ابني، والله ما عندنا ملابس نلبسه،
نريد نطلع على الشغل، ندورنا على الشغل، ما يخلونا نطلع كل مكان. لا لا، الموت احسن لنا من هنا. هذا شنو ذنبه هذا العيشه يعيش ويجي؟ الله ينتقم من الظالم، الله ياخذ حقنا من الظالم. بس نريد تصرفون علينا شويه فلوس، تنطونا مساعده، كل شيء ما اريد بس الفلوس، بس الفلوس. هي يعني عندي طفلين مريضين بالبيت، ما عندي فلوس اعالجهم، والله ما عندي. بعت الذهب مالي كله، صرفت على ولادي، كل شيء ما عندي، بس عندي الله. ماكو احسن من رحمه رب العالمين. لا والله ماكو احسن من رحمه رب العالمين. الله يشوفوكم، واحنا نناشد من خلال شاشه سامراء، شوفون هاي العوائل الان احنا دنحكي وياكم وراح نطلع المطار ندق عليهم ان شاء الله. والله المسؤول يشوف لها بالتلفزيون يغمض عينه في سبيل الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطولها. خل اشوف وين بيتك بالله. شو بالك حبيبي؟ بالك خليته هيجي وجوا. تعالي تعالي هنا تعالي. صدمانين بالله من هذا العيش. دحق هذا الولد مريض. ولا اطفالك؟ والله ما عندي، ما عندي حتى اعالجهم ذا، ولا يطلعون برا همين من البرد. كل شيء ما عندي، هذا كل الملابس هذول عندنا، بس هذول عندنا. بس انت بيتك هاي، بس هاي اللي مسويها الخيمه؟ بس هذا. كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي، لا فراش عندي، لا غرض عندي. على مودي هذا الشادر نروح نتوسل بيهم، ما ينطونا. نتوسل بيهم توسيله، عفنا البيت كله والغرض الجديده كله، جبنا على هذا الشادر، ما يشوفونا كثير علينا. كل شيء ما عندنا. الله كريم. ان شاء الله احنا نشاهدوها من خلال شاشه سامراء ان شاء الله. حجي اسمه هذا شو؟ هذا مي كله؟ كله ميه. هسه هذا يعني جوانا مي صار؟ شو شو بالله بالله، خلينا نشوفه خلينا نشوفه. صور لي اياه بالله، صور لي اياه. هسه هذا صار جوا ماي؟ حشرات عمود، احد حشرات باقي الحشرات والماي كله ماي، كله سبيد صاير مثل جوا. هذا جو الممطر، طبعا الامطار اصبحت الان غزيره. نشوف هذا المخيم اللي هو خلفي الان، لو تسمحوا لي الله يخليكم. شوف العوائل بهذا الجو الممطر، يعني تماما انتهت يعني الخيم الساقطه، الامطار غزيره. احكي لي شلون وضعكم بهذا الحال هسه وبهذا الجو الممطر، شلون الوضع؟ اريد تحكي لي بشيء باختصار وبأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدايه نتوجه بالشكر الجزيل للسيد الرئيس الاب مسعود البرزاني على إيواء للمهجرين، ولكن عتبنا الشديد على الحكومة المركزية. خلي أي مسؤول، أو صار لنا أربعة أشهر بالمكان هذا، لحد هاي اللحظة اللي دحكي وياك مسؤول ما زارنا. السيد عمار الحكيم جاء زار أربيل ونسى كل المهجرين. زين أنت من جيت على زرت أربيل، المن جاي أنت؟ غير تشوفنا؟ المهم ما شفنا، بس شفنا بالتلفزيون طلعوه. انتوا احكي لي على وضعكم هسه، شلون عايشين؟ وضعنا الصوره هي اللي تحكي. شوف المايات، شوف المايات. يعني هسه انا ما اقدر اطلع على مود الكاميرا، خاف. نعم نعم نعم، احكي لك معاناتنا. يعني الامطار فاتت علينا من فوق ومن جوا. زين العوائل احنا مهجرين والعوائل تهجرت من المطر. انطونا مليون دينار. اي مسؤول، اي مسؤول بالدوله على مستوى من مدير الناحيه ولي فوق، اخلي المليون بجيبه 20 يوم يكفي 20 يوم بس لو، ها مو لعائلته بس لو، ما يكفي. زين صار لنا اربعة اشهر. اللحم، اللحم نسيناه. يعني اسال اي واحد اربعة اشهر ما ماكلين لحم. يقول بس بالقراءه مال الاول يشوف. اي 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 صح، كلام صحيح. زين ويطلعون يحجون باسمنا على اساس باسم المهجرين واحنا ما شايفين. أعزائي المشاهدين اللي تشاهدون، يعني المصور ما يقدر، يعني سيف ما يقدر يفوت بهذا الماء. يعني هاي عوائل الآن تشاهدوها، عوائل الآن وأطفال ونساء
وهذا الجو الممطر. يعني احنا شويه فتره قدرنا ان نوصل للخيم. خيام الان فرغت. زين اهلك وين وديتهم هسه؟ بهذا الخيمه قاعدين هسه الحين. خليتهم خيمه على خيمه؟ خيمه على خيمه. مجبورين مجبورين. يعني استاذ وين نروح؟ رحنا على الكرفانات اللي ليش مخبطه، يعني ماكو كل غرفه، كل ثلاث عوائل بغرفه، يعني ماكو مكان تقعد بيه انت، ماكو اي مكان تقعد بيه لك. الله سبحانه وتعالى اقليم كردستان مو قصرت ويانا. احنا ما نحكي على اقليم كردستان، احنا نريد نطالب حكومتنا العراقيه اللي انتخبناها. زين لا المالك شفنا من عنده شين، ولا الرئيس الجديد اللي انتخبناه واللي هو صار لا شفنا من عنده. ان شاء الله رساله سريعه الان يشاهدوكم من شاشه السامراء، رساله سريعه الان لكل الاخوه اهل الغيره. اذا اعزائي المشاهدين، الحقيقه يعني شيء مؤلم. يعني انا اتمنى ان شاء الله، والله والله المفروض بعد هذا البرنامج من شاشه السامراء والله ما يظل، والله عيب يظل مسؤول ورا الميز، والله عيب، والله عيب يظل مسؤول قاعد ورا الميز وما يشيل شوالاته ويروح على هاي الناس. يعني هذا اذا ضميره ما يهتز يعني شلون؟ والله ما اعرف. اعزائي المشاهدين، يبقى هذا البرنامج ومساعده كل الناس الطيبه والخيره واللي تريد وتبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، يبقى صوت العراقيين ان شاء الله من الشمال للجنوب. وان شاء الله ما نطل عليكم، بنفس موقفنا نبقى، وان شاء الله يبقى صوت هذا المنبر، يبقى صوت الرجل المسن والكبير والامراه والكبيره. ولرب نازله يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إلى اللقاء.